هذه خيمة العظمية. صباح الخير على كل العراق، صباحكم وطن. أبو بكر شو نايم؟ هذا طه البطل. عمر بكر بدي اطمنكم على موضوع الخيمة. البارحة صار حكي هواية الخيمة والمطر والعظمية والشكو ماكو وش صار وغرقتوا، وناس للأسف تتكلم بس هاي الخيمة الثانية شوفوها صح غرقت، بس الحمد لله مسيطرين. هاي خيمة كتابة الدستور وهاي خيمة العظمية، هذول شهدائنا. هذا هيثم الله يرحمه وهشام وطاها. أوسي صباح الخير. وهذا جبل أحد، واليوم ودعنا الشهيد رابع اسمه عباس طالب في إعدادية العظمية، استشهد أثر دخانية أصابته في صدره. ودعنا اليوم